على قد ما عرفت كريم عبد العزيز، بس النهارده انا بعرفه بشكل تاني خالص. اول ما اقول له ملك، ملك طبعا روحي، ملك روحي، ملك حبيبتي، ربنا يحفظها يا رب. غيرتك؟ غيرتني تماما. وكفايه بقول لك ادخل من باب الشقه عليها تلاقي حد بيضحك لك، وضعيف، انا اب ضعيف للاسف. اب ضعيف؟ آه. انت طفل وحب الاطفال. انا بعشق الاطفال طول عمري، بحب الاطفال كمان بنتي، فانا هبقى اب فضيحه ان شاء الله، يعني شكلها هبقى فضيحه. ما فيش اجمل من البنات كده. آه لما تدلعك صح. وتكبر يوم بعد يوم. وهو دايما يقول لك كمان البنت حبيبه ابوها. طبعا. بس انا حصل لي موقف، مراتي حامل، فروحنا عملنا اللي هي السونار، فقال ولد. انت حبيت تعرف ولد ولا بنت؟ حبيت اعرف. في ناس كتير ما يحبوش يعرفوا. في ناس ما بتعرفش، انا قلت اعرف عشان اشتري اوضه، اشتري كوره، بالونه، يعني اعمل حاجه، تجيب اللبس، تشوف، تظبط المسائل. اشتريت لبس العلي. علي علي هو كان اسمه علي، انا يعني لما قالوا لي ولد في الاول الدكتور قال لي ولد، فقلت هسمي علي. وتبقى ابو علي. وابقى ابو علي رسمي، يعني على البطاقه مش في الافلام، على البطاقه. وعملت اوضه ولد ولبس ولد وجزم كوره وقبل ما تولد بالظبط بشهرين فوجئنا ان هي بنت. فقعدت فتره مش رحت عملت سونار تاني. السونار الاخراني بقى ده اللي هو بيقول لك يبقى الجنين اكتمل. الالوان جميله، الالوان الجميله دي. اه طفل وهو قاعد، فلقيت ملوكه حضرتك. فقعدت بتاع 4-5 ايام بتنقل كل افكارك ان اللي جاي بنت. خلفت البنات حاجه تانيه بصراحه. وعايز تغير بقى من علي لمين؟ ما كنتش اخترت اسم البنت. هديت الاوضه تاني. هديت الاوضه. هديت انا غاوي، انا غاوي غاوي وتحضير هديت الاوضه، عملت اوضه الملك. بس البنات اتصور ان هم بيعملوا حاله خاصه جدا عند الابهات. وكل الناس قالت لي الجمله دي، ما استوعبتهاش غير لما ابتديت احسها فعلا في البيت. وشهم حلو ورزقهم جميل. شهم حلو، ودايما البنت بتبقى حنينه، على بتبقى حبيبه ابوها اكتر يعني من مامتها. لسه انت ما شفتش الدلع ده. لسه قالوا لي لما تبتدي تتكلم وتمشي وده لسه. دي هتبقى صاحبتك، ودي اللي هتتوبك عن اي حاجه الحقيقه. والله توبت يا فندم. انا توبت خالص. انا تايب يا فندم. انت يعني تايب اقدر ده وعد كده يا باشا. قول لي اول لحظه استقبلت فيها ملك. اللحظه دي انا دخلت مع مراتي اوضه العمليات. اي بني ادم دخلت مع مراتي انا اوضه العمليات. يا قلبك. اه يا قلبي فعلا. وطول ما العمليه شغاله انا كويس جدا، لحد ما الدكتور راح مطلع ملك. جالي هبوط ودخت وراح مطلعيني بره. اي حاله؟ لا يعني في ناس ما بتتعبش من الاوض والحاجات دي. من انت تعبت من انك انت من اللحظه بقى العمليه، لكن اللحظه اللي مسكت فيها ملك، مسكت فيها حته منك. اه شوف الاب الجميل بقى بيضحك. انا دمعت طبعا. ايه قول؟ انا دمعت. كمل لي، اوصف لي ايه اليوم الجميل ده اللي ما بيتنسيش. 3/9 بالظبط، 7 الصبح انا فاكر، 3 سبتمبر 2007 7 صباحا. لا والله ما توصفش يا يوسف، يعني مهما قعدت اقول لك فرحان مبسوط، عايز تجيب لها حته من السماء. وبعدين طول عمرك يعني بتبقى شغال لنفسك، عايش لوحدك انت. النهارده خلاص في ناس مسؤوله منك وما اكلتهاش. مش في نفس اللحظه دي انت حسيت ان كريم بيتغير؟ انا حسيت ان ربنا كريم قوي، يعني الف حمد والف شكر. يعني ربنا. مين اللي سمى ملك؟ انا ومراتي، يعني كنا متفقين لو ولد علي ولو بنت ملك. طب علي وعرفناه عشان انت ابو علي. وملك ابقى ابو ملك برضو. انا بحضر فيلم اسمه ملك اصلي. والله فكره شكري. ده فيلمك اللي جاي. ها ابو ملك. ابو ملك، ابو ملك في الادغال. يعني اول ما اخلف عيل اروح مدي ابو قبليه على طول وخلاص وننزل سينما. انتوا عارفين يا جماعه ابو علي دي ليها قصه حدوته لطيفه جدا. لا مش هحكيها، احكيها انت. انت كنت بتصوره فين ابو علي؟ صوره هو تبع الجيزه. انا عارف ان هو كل اللي اعرفه انكم لما بتخانقوا بتنزلوا الجيزه. انت عارف كل الاسرار. انت عارف ايه بقى القصه؟ احنا كنا بنصور في القاهره جزء وجزء في الواحات الدخل. احمد جلال راح عين وقال انا شفت مكان عبقري. هدفكم؟ هدفنا مين؟ ده احنا اتعزلنا. مشينا من مصر انا ومنى زكي الساعه 6 المغرب بعربيه. وصلنا الواحات الدخل 7 الصبح. اللي جنني هناك بقى ان الواحات الداخله تابعه لاسم امبابه او اسم الجيزه اعتقد حاجه كده. هم قالوا لي كده هناك يعني. يعني لو حد عايز تعمل فيه محضر. لا فالناس هناك ما بتتخانقش. ما بتتخانقش. لا شي. اي خناقه نصالح دلوقتي، لانك هتروح بقى تعمل محضر 13 ساعه فبوسوا دماغ بعض يلا ونروح لان وخلص دلوقتي. اه رحله هيبات بره يومين عشان تعمل محضر. ليه؟ لا تصالحوا دلوقتي. وكنتوا رايحين بقى انتوا يعني رايحين رحله حاسين بقى انكم رايحين. ما حد يعني احمد ما قالكش الحقيقه؟ الحقيقه
هي مكان، هي اولا قريه اثريه من ايام صلاح الدين اعتقد، اللي انت صورتوا فيها دي قريه اثريه، قريه اثريه من ايام صلاح الدين، ومزار للسياح بس بيقف مثلا يقعدوا ساعتين ثلاثه. و ده ايه السياح رايحين فين وجايين منين؟ بيبقوا مثلا جايين من الاقصر رايحين اسوان، ينزلوهم يتفرجوا ساعتين ثلاثه ويمشوا. احنا قعدنا هناك بتاع حوالي 15 يوم مثلا او 16 يوم. بس المناظر كانت بالحلاوه دي يا كريم. طلعت كان معاكم؟ طلعت زكريا كان معانا، كان بيعمل روايه مع الاستاذ سمير غانم مسرح، فكان لازم ينزل يعرض مسرح ويجي. يعني ينزل فين؟ ينزل مصر. ينزل كل يوم؟ كل يوم يعمل الروايه في مصر، يفتح الستاره في مصر ويخلص 4 5 الصبح يجي لنا، فسافر يوم 6 المغرب وصورنا احنا، واليوم خلص وداخلين ننام واحده بالليل. قلت اطمن اشوفه راجع داخل. وصل امبابه ولا ما وصلش؟ الله يبارك لك يا كريم، اول واحد يكلمني اول ما انزل مصر. الحمد لله وصل مصر واحده الصبح، عرض الروايه ساعتين وركب العربيه يعني وراح رجع لنا. قعد كده 7 ايام طلعت زكريا، يعني قعد هناك ايه 80 ساعه عربيه مثلا و10 ساعات نوم. انتوا عندكم بتبقى يعني تفاصيل كتير ومشاكل كتير قوي في التصوير.